مجلس الجامعة على المستوى الوزاري يدين جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وقطاع غزة مشيدا ببطولة الشعب الفلسطيني. ها هي القدس درة المدن، عنوان الصمود، مدينة السلام ومدينة الثبات. مرة أخرى تثور ضد الظلم، تنتفض ضد القهر، لتذكر العالم أجمع أن لا قضية تتقدم عليها، أن لا سلام شاملا من دون أن تتحرر هي. الجامعة تتحرك على عدة مستويات. لجنة وزارية تحث دول مجلس الأمن على وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. وعلى مستوى آخر تطلب الجامعة من المحكمة الجنائية الدولية المضي قدما بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. الحدث الفلسطيني استنفر الشارع العربي في أكثر من مدينة. لليوم الثالث على التوالي يتظاهر الأردنيون أمام السفارة الإسرائيلية مطالبين بطرد السفير. مجموعات من الحراك اللبناني ساروا في احتجاجهم من مخيم مار الياس إلى مخيم شاتيلة للاجئين الفلسطينيين وبعض أحياء بيروت. الخرطوم أيضا كانت على موعد مع مسيرات احتجاجية تناصر فلسطين وتدعو الحكومة السودانية إلى العدول عن التطبيع. ليتسع الأثر السياسي للحدث الفلسطيني عربيا وننطلق من ضيق فرضه الحصار.